دي كانت كل اخبارنا. اخر حاجه عايز اتكلم فيها مع حضراتكم، عايز بس اوجه سؤال لاتحاد كره القدم المصري الممثل في اللجنه الخماسيه اللي بتديره. احنا دلوقتي كلجنه خماسيه عندنا مشكله، بنحيل المشكله للجنه الانضباط. لجنه الانضباط بتاخد قرارات، طلعت قرارات، ده دورها. تديتني مشكلة أنا طلعت لك قرار، مين المنوط بقى إن هو يشوف المشكلة ويتابعها؟ أنا كاتحاد كورة، يعني أنا ده السؤال اللي بسأله، أنا كاتحاد كورة ولا لجنة الانضباط؟ طيب حصل إن لجنة الانضباط طلعت عقوبات عليا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، أنا كواحد مش في دماغي طلعوا زي ما أنتم عايزين، تجاوزت وعملت حاجة غير اللي حضرتك قلت لي ما تعملهاش. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ لجنه الانضباط، ده سؤالي بقى المهم جدا جدا، لجنه الانضباط من نفسها بتضاعف العقوبه او بتاخد عقوبه تانية، ولا المفروض اتحاد الكوره يقول لها خلي بالك اصل في عبد الحميد حسن تجاوز وطلع لنا لسانه مثلا يعني، فشوفي الموضوع ده عشان نتابع. طيب انا كلجنه انضباط ما جاليش حاجه، ايه الحل يا جماعه؟ كده مش هتعرف تمشي كلامك على حد خالص، يعني عايزين اسئله وعايزين ردود وعايزين اجابات. انا طرحت سؤال سهل جدا اهو، سهل جدا. حضرتك عندك مشكله، اديتها لجنه الانضباط، لجنه الانضباط طلعت قرارات، حضرتك المفروض تتابع وتقول للامن في كذا وكذا وكذا وكذا، او ايا كان المشرف على المباريات، في عقوبات على كذا وكذا وكذا، في كذا من اللي كذا وكذا دول طلع لك لسانه مثلا يعني. انت بقى تتابع المشكله ازاي؟ لجنه الانضباط من نفسها تطلع عقوبات تاني مغلظه، ولا انت تاني كلجنه خماسيه او اتحاد بيدير الكوره في مصر تقول له خلي بالك اصل في حد تجاوز وغلظ العقوبه بتاعته، او شوف هتتصرف معاه ازاي عشان نبدا في اتخاذ الاجراءات. هل حصل الكلام ده ولا ما حصلش؟ بعد كده حضرتك لما تيجي تقول لحد هيقول لك اشمعنى؟ هو انا يعني مثلا يعني